خلينا احب الكرة. الكرة من الصغر متعة، الكرة حاجة جميلة زي الفن، زي تفتكر من زمان لاعبين من زمان، من وانت صغير بتستنى كأس العالم، افتكر بلي، مارادونا، بلاتيني، فرنانديز، مثلي الأعلى لويس فرنانديز. أنا كنت بلعب في نص الملعب وكنت بحب المنتخب الفرنسي الدوليين، وكنت أنا حابب التحكيم وحابب إن أنا أحكم ماتشات الصغيرة حتى في الشارع في المدرسة، كنت أحب أحكم، وحتى لما لعبت في الناشئين كنت أحب أحكم التقسيمات، أحب أحكم مباريات الودية، إلى أن شافني أحد الحكام في وقتها في مصر وقال لي إن أنت لازم تقدم في التحكيم، أنت هتبقى حكم كويس. هو أنا كنت استدعيت للأردن عشان ألعب مباراة في الدوري الأردني شبيهة للدوري المصري بين الوحدات الأردني والفيصلي الأردني، مباراة ديربي زي ديربي برشلونة وريال مدريد في الأردن، مباراة صعبة جدا، الجماهير كانت كتيرة جدا، لاعب الوحدات عامر ديب ده لاعب المنتخب الأردني أحرز هدف في فريق الفيصلي، ومن شدة الفرحة راح أطال الفرحة ووصل لغاية الجماهير وطلع على الحديد المؤدي للجماهير. أنا في الوقت ده جون كان حلو جدا وما قدرش أديله إنذار لأسباب تانية، لأن أنا جاي من بلد لبلد فمش عايز أعكر الصف، وفي نفس الوقت بحافظ على إدارة المباراة، مباراة من المباريات العصيبة في الدوري العصيب، فإدارتها مهمة جدا بغض النظر عن الكروت الصفراء ولا الحمراء. انا قدرت له اكتر من 5 6 مباريات في الدوري المصري. صلاح لاعب مهذب جدا داخل ارض الملعب، ما ملوش في المشاكل ولا الاعتراضات يعني، ولا انه ياخد انذارات او ياخد كارت احمر، هو من صغره لاعب مركز في الكوره فقط، مش مركز في اي حاجه تاني.